الآن فرق كبير بين مرجع لا علاقة له بحاجات المجتمع الإسلامي ويكتب رسالة عملية، فلهذا يكتب لك في أحكام البناء ما عنده علاقة بالواقع الاجتماعي، وبين مرجع يرى نفسه أنه مسؤول لإدارة الأمة وللاستجابة لحاجاتها ومتطلباتها. هذا الإنسان عندما يكتب رسالة عملية هم يبحث أحكام البئر فقط أو أساسا لا علاقة له بأحكام البئر؟ فلهذا أنت تجد بأنه كثير من أسئلة المؤمنين إلا مؤبالغ 80% من أسئلة المتدينين المقلدين 90% من أسئلتهم يجدوها في الرسالة العملية أو لا يجدونها؟ لا يجدونها. لماذا؟ لأن الرسالة لن تكتب على مستوى مقتضيات وحاجات الناس، ليس الهدف منها ذلك، وإنما صاحب العروة كذب، احنا نريد نعلق على العروة نكتب رسالة أخرى. أما بخلاف إنسان آخر يأتي من الواقع يريد ينطلق لكتابة رسالة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من رأى يكتب الفتاوى الواضحة هم انطلق من العروة لكتابة الفتاوى الواضحة أو انطلق من الواقع لكتابة الفتاوى الواضحة. فلهذا أنت تجد كثير من المسائل التي هي ابتلاء الطلبة، ابتلاء المثقفين، ابتلاء طلبة الجامعات في السفر في غير السفر، تجد أجوبتها في الفتاوى أو لا تجد؟ لأنها منطلقة من الواقع. فلينقل لي البعض جملة معترضة، ينقل لي البعض بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان يكتب المسألة ويقررها يبينها كان يبعثها إلى طلبة الصف الثالث المتوسط. لأن تدرون الصف الثالث المتوسط الطالب أول أوان بلوغ هناك، كان يسأل منهم أنه تفهمون العبارة لو ما تفهمون العبارة، إنه هذا الطالب صار 15 سنة أوان بلوغة يريد الآن يعمل بالتكاليف الشرعية. هذا أنت تيجي تربطه بإمام المسجد لو بإمام المنطقة، وذاك إمام المنطقة برجال 70-80 سنة، هسه لو يعرف الجواب لو ما يعرف الجواب يقينا هذا يريد يعمل لكن لا يعرف. إذا أنت أربطه ماذا؟ بكتاب يستطيع مطالعته. فكان يبعث الملازم إلى طلاب الثالث المتوسط يفهمون العبارة ولا يفهمون العبارة. شوف هذا الذي يفكر بمنطق الأمة والذي يفكر بمنطق رسالة عملية، شنو علاقة الأمة يفهموها ولا ما يفهموها؟ هذا شنو علاقة؟